بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على النبي. اليوم إن شاء الله رح ناخذ أفكار غرفة المكتب وكيف نستفيد منها بتوزيع الإنارة بشكل عام. فحنشوف غرفة طولها 5 أمتار بعرض 4 أمتار، خلينا نشوف كم الإنارة فيها. هذا السقف كامل ما في إلا بس حبتين بالنص وثلاث حبات اللي هي الول ووشر. في إنارة مخفية بهذا المكان وفي 2 سبوتلايت للإنارة مركزة، واحدة جاية على طرف طاولة التلفزيون وواحدة جاية على النباتات. خلينا نشوف شلون الإنارة كانت كافية بهي الأربع خمسة، بس 2 سبوتلايت 2 داون لايت مع الولوشر، كيف فينا نستفيد منها، كيف نوزع الإنارة بالغرف بطريقة مشابهة. أهم نقطة أن تكون الإنارة مريحة، أنه أنا واقف ما أشوف منبع الضوء. هاي طبعا نحن سبق تكلمنا عليها، يعني مثلا شايفين الإنارة هي ولا شايف منبع الضوء إلا إذا رفعت الإنارة. طبعا هي سبق تكلمنا عليها بفيديوهات سابقة كثير على قناتنا باليوتيوب، إنه العنصر أو المنبع تبع الضوء يكون ما يكون ظاهر، ما يكون أنواع اللي نستخدمه. ممكن هذا ممكن نستخدمه بالمستودعات للإي دي بانل لأنه مزعج فإنارته عالية كثير، فدائما نخلي الإنارة تكون غير ظاهرة غير مزعجة. فأنا واقف من بعيد ما حشوف ما ححس إنه الإنارة شغالة. هي الخطوة الأولى إنه اختار إنارة جيدة. النقطة الثانية شلون نوزع صح. دائما بنقول الإنارة طبعا هذا لأنه مكتب أخذنا 2 داون لايت بالنص على الطاولة بالنص. طبعا نحن غرف الجلوس غرف الضيافة دائما بنقول نحط الإنارة بالنص بنحطها على الأطراف. 2 بالنص ليش اجوا على نوروا لي الطاولة هي. لما يكون عندي غرفة جلوس نفس الفكرة حتنور الطاولات اللي بالنص ما حتنور أماكن الجالسين. هذا الحيط نورته بإنارة الولوشر. طبعا اللي ما عنده إمكانية أو ما بيحصل منتجات الولوشر لأنه هي ما بتلتقى بالسوق العادي، ممكن يركب إنارة مخفية مثل الإنارة المخفية هي اللي شايفينها، الإنارة مخفية. فدائما إنارة الجدران تعطينا إحساس إنه الإنارة عالية. هاشتغل على السمارت سيستم، طبعا هذا اللي حابب يعرفه في له حلقة خاصة. أنا بس لما طفيت الولوشر صارت الغرفة ظلام. فلاحظوا دائما إنارة الجدران تعطينا إحساس بالإنارة الجيدة. في ناس بتقول أنا ما بحب الإنارة المخفية، أنا بس بدي وزع داون لايت. داون لايت ما بيعطيني إحساس إن الإنارة عالية. ليه؟ طبعًا لما أحرق لما أوجه الإنارة على هالجهة مو ما حشوف داركنس، ما حشوف ظلام. ليه؟ لأنه نورت الإنارة مخفية. أما لما أوجهها هي بشوف جزء من الظلام. فالحل إنه نور الجدران، وممكن نورها أما بأجهزة اسمها وول ووشر اللي أنا سبق شرحتها سابقًا، واللي حابب يشوفها بيعرف تفاصيلها. هلا بعد ما نخلص حوريكم منتجات حامسكها بيدي ان شاء الله بعض المنتجات. طيب هذا الول ووشر حطيت 3 نوروا كل الحيط. ليش طلع عندي الظلال الخفيفه؟ لانه في دروب. طبعا احنا ما غيرنا، بس عاده ما في داعي نسوي هالدروب. ممكن يكون اذا كان تصميم حديث يكون مستوى واحد. اذا كان طبعا اذا انا عندي اناره مخفيه بالنص هي حتعطيني اناره اضافيه للمكان. يعني في ناس بتحط اناره مخفيه بالنص ما عندنا مشكله فيها، بس ما نصغر البلك هيد هذا، ما نخليه كتير صغير. عاده هذا بنصح يكون 90 سنتي او متر، بحيث انه لما نحط الاناره نبعدها. هلا اشرح لكم النقطه هاي. فنورنا الحيط هذا، نورنا المنتصف، فاكتفيت باثنين بالنص بس. بعدين هي كلها فاضي، كل الأماكن هي فاضي، بس في عندي 2 سبوتلايت، واحد ظاهر بالشكل لونه أبيض بس يعني يدوب ظاهر، وجهته على الزاوية عشان لما شغل التلفزيون ما بيزعجني، فوجهته بس على الزاوية. فإذا إذا حطيت تحف أو أشياء بزاوية الطاولة أو ممكن حتى وجهه عند المدخل، يعني ما عندي أي مشكلة. طبعا هو بصراحة مكانه خطأ لأنه كان في لوحة، بس أنا هذا اللي بيعطيني الشخص اللي بيقول إنه وزع الإنارة حسب مفروشات عادي. الناس اللي بتقول إنه أنا والله خايف وزع وبعدين غير عادي، حتى لو غيرت أنا فيني لفه، أمسك هذا ولفه وجيبه على الزاوية، ما عندي أي مشكلة. وبعدين حطيت إنارة 10 زاوية 10 درجات. ليش 10 درجات؟ بدي أشوف جمالية الظلال تحت النبتة، مثل سبحان الله الطبيعة. الطبيعة لما الشمس تجي على الأشياء
وتظهر لي الظلال، فما جبت زاوية كبيرة، بعكس هذا، هذا زاويته كبيرة، هذا زاويته 40 أو أكثر، أنا ما أظن 40، ماني متأكد صراحة إذا 40 أو 60، بس هذا اثنين غطوا كل الطاولة، ما في داعي أكثر، لأنه زاوية كبيرة، الزاوية كبيرة بتساعدني إنه خفف العدد. بينما هذا زاويته صغيرة، لاحظوا بقعة ضوئية صغيرة تحت بس إجا على النباتات، طبعاً هذا لأنه بصراحة كمان خطأ، بس أحياناً نحن مقيدين لأنه كان في فتحة قديمة قبل ما نستأجر المكتب، أنا يفضل بعده أكثر شوي وجيبه بزاوية، فأنا دائماً بقول نبعد السبوت لايت عن الجدران، فأنا دائماً بقول نبعد 70 سنتي، نبعد 80 سنتي، طبعاً الناس حتى ما تفهم خطأ، أنا بقول 70 80 سنتي للإنارة المركزة، مو للإنارة العامة، الإنارة العامة بحطها بالنص، ما أنا ما بدي أحط الإنارة فوق الجالسين. فبغرف الجلوس ما في داعي، نحن لو تخيلنا هي غرفة جلوس، فيك عندي كنب، ما في داعي أنا أحط فوق رؤوس الأشخاص سبوت لايت حتى ما يجي عليهم ويعطيهم ظلال. فأنا لو فرضا قلبت الكاميرا هلا حنشوف، فلو قلبت الكاميرا حنشوف إنه ما في ظلال سيء. بينما لما أنا أجلس حط داون لايت، خلينا نشوف، لما أنا أجي تحت سبوت لايت، لو فرضنا إنه أجيت تحت هذا المنبع وحطيت جلس، حتطلع ظلال، فحتطلع حيطلع شكل الشخص مو جيد، يعني ليش؟ انه الإنارة سبوت لايت جاي فوقي، فأنا ما بحط السبوت لايت على الأطراف، بعد الإنارة بحيث انه شكل الشخص واضح، ما بحطها فوق الجلوس، بحطها فوق الطاولات، فوق اللوحات، فوق النباتات، عندي نبتة، عندي زاوية طاولة تلفزيون، الإنارة هي كلها حتنعكس، كل الإنارة هي حتتجي لعندي. فنحن ما نخاف من مزايا الضوء، انه الضوء بينتشر، لاحظوا حطفي هلا طبعا هذا النظام اسمه كسامبي، اللي حابب يشوفه ممكن يشوفه بعدين، حطفي كل الاناره، حنشوف انه الاناره بدات تصير ظلام، لانه بس الول ووشر لحاله خلاني شوف كل الغرفه، لاحظوا بس هدول من بعاد 5 متر لسه عم شوف النباتات، اكيد ما عم شوفها بناره عاليه، بس الغرفة واضحة واضحة، يعني أنا شايف النبتة، شايف التلفزيون، شايف التفاصيل، حتى شايف السويتش، لاحظوا بس من 3 والوشر. دائما الألوان الفاتحة، اللي بيحب الإنارة العالية مو لازم يكتر، بس يدهن الألوان بألوان فاتحة، سواء السقف لون فاتح، الجدران ألوان فاتحة، هي فهي الطبقة الأولى، خلينا نقول بعدين يجينا للطبقة الثانية، اللي هي أنه أنا حطيت سبوت لايت الأول اللي إجا على النبتة، لاحظوا بدون السبوت لايت هذا النبتة ما راح تطلع بطريقة جميلة، فالهدف من السبوت لايت مو الداون لايت، سبوت لايت إنه يعطيني إنارة مركزة، بس حتى ما أشوف أثره على الجدار حلو بعده وجيب زاوية صغيرة، وجيب زاوية صغيرة ليش؟ لأنه أنا بس بدي نور النبتة. بعدين في عندي سبوت لايت تاني الظاهر هذا، طبعا ممكن اخذه بحجم اصغر شوي، فهذا طبعا حتى فيني اخذه من النوع الثاني، بس هذا كان موجود للوحه مثل ما قلنا، كانت اللوحه موجوده حتى للتلفزيون، اجي ووجهه على مكان ثاني، فدائما السبوت لايت اللي بيتحرك وبيتوجه وزوايا صغيره من نحن بنتحكم فيه. بعدين فيني حط داون لايت، بعد هيك حشغل داون لايت واحد، ما حشغل الاثنين، حشغل واحد حتى اوريكم انه حتى واحد اصلا غطى لي الطاوله، بس انا غطى جزء كبير اغلب الطاوله، بس انا حطيت اثنين حتى يغطي كل منتصف الغرفه، فالاثنين غطوا لي كل المنطقه، فعطيت اناره عاليه. بعدين حتى ما اترك هذا المكان دارك، لانه في او ظلام، انا اعذروني اذا بتكلم باللغه الانجليزيه، لانه بصراحه كتير كان شغلنا مع يعني تعودنا المصطلحات بصراحة نقولها، فاعذروني مو متعمد يعني. بعدين بنجي بنحط الإنارة مخفية، الإنارة مخفية طبعا ممكن هلا بقول لكم شو تفاصيلها والأبعاد تبعها، ممكن خليها بلون كول وايت أو وورم وايت طبعا، أو خلينا نقول الأصفر أو الأبيض. فأنا طبعا هذا سبق شرحت عنه، اللي هو التونابل وايت، اللي هو أنا فيني خليه يجي بلون ابيض 6000، هذا طبعا تونابل وايت، فنفس ستريب لايت، خليني شو اوريكم تفاصيله. هذا راكب ضمن قناه معدنيه مع ناشر، قناه معدنيه السبق شرحت عليها، خليني اطفي وورجيكم اياها. فحاط في الاناره
طبعا لاحظوا ميزة الإنارة إنه بتنطفى شوي شوي، هي ميزة اللي سبق تكلمت عليها. فهو عبارة عن قناة معدنية، هي القناة المعدنية عليها ناشر، هذا الناشر ركبتها مباشرة فوق، ركبتها مو بالسقف مباشرة، فأنا كافي أعمل 20 سنتي ما بدي أكثر بالمكان هذا، ما بدي أكثر إلا إذا بدي ركبها على جنب. والدرايفر ثبت الدرايفر على نفس السقف، بس طبعا لازم يتثبت بطريقة جيدة بحيث إنه ما يتحرك الدرايفر. ليش؟ لأنه بيخلي هذا مثل اللي بيسموه ترانسفورمر، لا أفضل يكون لأنه بيخلي العمر أطول، ما بيخلي الإنارة المخفية تتعطل بسرعة. طبعا هذا تحديدا ليش الدرايفر ضروري؟ لأنه هذا بيغير لونه، بتحكم فيه بسمارت سيستم عن طريق الموبايل أو عن طريق الآيباد. حتى لو ما عندي أنا نظام ذكي عادي، بس هذا بيكفي، هاي القطعة تكون ذكية وخلاص بتحكم فيها من أي مكان. طيب نرجع نشغله مرة تانية، نرجع نشغله من فطلع عندي هذا التباين جميل كتير باللون. أنا عندي سبحان الله كأنه شمس، إنارة شمس وإنارة نهار. إنارة السماء عادة بتكون زرقاء، بينما أشعة الشمس بتكون يعني أخف. فهذا التباين إنه إجت عندي ظلال وإنارة مركزة، وإجا عندي إنارة بلون 6000. طبعاً في ناس ما بتحب فلون العادي عادي، ما في أي مشكلة، بس أنا الفكرة طبعاً أنا بقول بنصح لي محتار بالألوان يروح يا يحط شريطين إذا ما عنده ميزانية، ما عنده والله ما عنده إنه يشتري نظام مثلاً ذكي أو يغير الألوان وهيك، بكفي يركب شريطين ويحط مفتاحين، مفتاح للون الأصفر ومفتاح للون الأبيض. فموضوع بسيط إنه أنا أتحكم بالإنارة لأنه هي مخفية أصلاً. فلاحظوا حطينا إنارة مخفية، برجع بقول حطينا إنارة هول ووشر، حطينا إنارة طبعاً بما إنه مكتب خليت هي 4000 على المكتب، وخليت الول ووشر والإنارة مركزة 3000، والإنارة اللي جاية على الستاير أو على مثل هذا الشتر بتكون فيني أنا أتحكم فيها. لاحظوا هلأ صارت 2700، صارت هاي 3000، هاي 2700، هاي 4000، هاي 3000، فصار في عندي. بينما لما أجي أنا غير الإنارة لما خليها كول صارت هي صحيح، هي لا عفوا كول بالعكس، فصار هي صحيح 3000 بس هي صارت كأنه 2700. ليه؟ فالفكرة الرئيسية اللي أنا حابب أوصلها إنه نحن دائما فينا نخلط بالألوان. دائما الناس بتسألني فيني أخلط بس بطريقة ذكية، دائما ممكن نخليها الإنارة مخفية هي اللي بتغير اللون، خلي الإنارة مركزة غير. في نقطة كثير مهمة إنه هي 3000 ليش شفتها كأنه 2700؟ لأنه عين الإنسان دائما بتقارن، لما هي اللي فوق خليها 2700 أنا حفكر الثاني كأنه 4000. لاحظوا حتى الكاميرا حتبين لي إياها كأنه هي 4000. فدائما عيني أو الكاميرا ما أخذ أنا مقارنة، لأنه دائما الصور دائما بقول لا تحكموا على لون الإنارة من الصور، لأنه أنت ما لك عرفان شو الباك جراوند أو شو الأشياء المحيطة فيه. فهي أنا شايفها كأنه 4000 هلأ، هي طلعوا فيها من فوق كأنه 4000، لكن قبل شوي شفتها كأنه 2700. ليش؟ لأنه شو اللي حواليها محيط فيها. فلما إجي على التونة بالوايت مرة تانية وغير اللون، بينما لاحظوا لما كان ديلايت فالصورة اختلفت تماماً، لأنه دائماً المقارنة هي اللي بتصير مع اللون التالي. طيب فخلاصة الكلام، خلاصة الكلام إنه دائماً نحن ننور الجدران إذا بنحب الإنارة العالية، ننور الأشياء المهمة حتى لو شغلتين أو ثلاثة بالمكان، ننور المنتصف مو الأطراف، إلا إذا أنا عندي شيء أتجنب حط السبوت لايت فوق رأسي. هلأ حنشوف بعض الأفكار الثانية وحنشوف بعض المنتجات حأمسكها بيدي وأشرح لكم عليها. لاحظوا نفس الشيء غرفة ثانية، كل هذا السقف ما في إنارة، كل هذا السقف ما في إنارة، في إنارة مخفية طبعا هي لونها أبيض، نفس الشيء فيني غير اللون، وفي إنارة على المكان هذا، وفي يعني سبوت لايت واحد بس لاحظين جاي على طاولات اللي ممكن نحطها بالنص نحن هذا طبعا، وسبوت لايت تاني كمان ناويين نحط نباتات بالمكان هذا، فممكن نجيب نبتة. حتى لو ما حطينا نبتة بالزاوية ما عندي أي مشكلة إنه حط إنارة، وعندي سبوت لايت جاي على لوحة، هذا سبوت لايت ورا،
هذا سبوت لايت حجمه كتير صغير بيتحرك لاحظين، فحجمه مثل هذا. طبعا هذا نحن رفعناه كامل حيث انه ينور الكافي ماشين، منطقة الكافي ماشين. ممكن اخليه سبوت لايت عادي ما في اي مشكلة، بس احيانا بيكون نوع من التغيير وحتى نوع من المرونة الاكبر. هذا حركته افضل. يعني ليش إنارة اللوحة والإنارة ممتازة؟ طبعا في ناس بتحب الإنارة اعلى، فممكن نضيف الإنارة اعلى ما في اي مشكلة. لاحظوا طبعا بس اثنين سبوت لايت بالغرفة كلها، واحد بالنص واحد بالنص المكان هذاك، واحد بالزاوية غير السبوت لايت الظاهر. طبعا في منهم جايين على الطاولة او على المكتبي، بس لاحظوا السقف فاضي، السقف فاضي والإنارة يلي خليني اقول اخف من هديك. اللي بحب الإنارة الهادية جيدة، لكن دائما القاعدة انه نحن ننور اللوحات، ننور الزوايا، ننور الأشياء اللي نحن ننورها، ما نجيب الإنارة مباشرة علينا. نشوف صورة تانية من شلون الممر. لاحظوا الممر طبعا نحن بالليل ما في أي شيء، ما في إلا سبوت لايت واحد بس هناك، وسبوت لايت على اللوحة هاي بس. في طبعا سبوت لايت جاي أربعة على الأطراف، بس لاحظوا هذا الممر كامل عم نتكلم على 6 متر ما في إلا ليش الضوء بينعكس. لو كان الحيط مو لونه أبيض أكيد يمكن اضطر حط اكثر، بس اجى السبوت لايت على اللوحه. طبعا هي اللوحه نحن كنا مغطين فيها الكهرباء، لوحه الكهرباء وخلفها، فحطينا عليها لوحه، حطينا عليها اناره مركزه بس، وطلعت الاناره جميله وحلوه بدون اي اضافات كثير. هلا حاشرح نقطه على بعض المنتجات، اشرح لكم عليها حتى اللي حابب يشتري يعرف كيف يختار المنتجات او يركز عليها. طبعا في لي فيديوهات كتير سابقا، يلي ما سبق شاف ممكن يرجع للفيديوهات. في قوائم تشغيل تكلمت على نظام التشغيل كسامبي، يلي حابب يعرف عناويننا في فيديوهات خاصه فيها عناويننا، سواء عناوين المنتجات او عناوين اللي حابب تصميم. بس هلا حاشرح بعض الافكار الى الاشخاص اللي ما سبق تابعتنا حتى تعرف شو اهميه اختيار المنتجات. لاحظوا بالمكان هذا في عندي 4 داون لايت. طبعا الداون لايت اللي ما بيتحرك، بس هذا الداون لايت كل واحد له زاويه مختلفه. السبوت لايت اللي بيتحرك اللي انا فيني وجهه هذا ثابت، اللي بيتحرك مثل هذا مثلا، انا هذا موجهه على منتصف الطاوله، فزاويه الضوء تبعه صغيره. بس انا هلا في نقطه كثير بدي اشرحها مهمه، انه خلينا نشوف الزوايا الضوء المختلفه تبع الداون لايت الاربعه هذول. هارجع لورا 6 7 امتار، اتحكم بنظام التحكم، نشوف لو شغلت 60 درجة لاحظوا حتعطيني بقعة ضوئية كبيرة نوعا ما، غطت لي المكان كامل، إنارتها هذه. لو طفيتها وبعدين شغلت 40 درجة، 40 درجة حتكون إنارتها أقل شوي. صعب فرق من هالمسافة لأنه هذيك أصلا كانت كبيرة كتير. بس لما أجي شغل 15 درجة حشوف بوضوح انه ال 15 درجة زاوية ال 15 درجة اصغر. لو شغلت لعشر درجات، لعشر درجات هي اصغر شيء. لاحظين؟ ففي فرق كثير كبير بين انه حط 10 درجات، لاحظوا حتطفي ال 10 درجات وشغل ال 40 درجة، حتشوفوا الفرق واضح بين الاثنين. فدائما ليش نحن بناخذ الزوايا الصغيره؟ الزوايا الصغيره عاده بنحطها على منتصف الطاولات، على الزوايا، لما يكون في عندي طاوله انا ما بدي اضاءه تنتشر، ما بدي اياها تجي على الزجاج، تجي على الجدران، اياها تجي بس تنحصر بالزاويه، عشان اذا انا حطيت نباتات او اشياء. او ممكن احط ال 15 درجه مثلا على اللوحات مثلا، بحيث انها تغطي لي اللوحه، بحيث ما تطلع برا اللوحه كثير. فدائما اختيار زوايا الضوء، وهي في لي حلقه خاصة عن زوايا الضوء ممكن ترجعوا لها إذا حبيتوا. طبعا الاختيار الإضاءة الاحترافية بشكل عام أنه أنا باخد شيء اسمه لايت انجن أو موديول. هذا بيجي منبع الضوء وبيجي مبرد حراري حتى تعيش سنوات طويلة. يعني الأنواع الاحترافية ممكن توصل أكثر من 50,000 ساعة. طبعا في تفصيل كبير وفي فيديو اللي ما بدي فوت بتفاصيل كثير، بس باختصار شديد قد توصل إن شاء الله إلى أكثر من 10 سنوات عمرها. فبتجي مع عاكس نحن بنسميه له، او بعض الناس بتسميه فريم، بس هو عاكس بحيث انه يكون قمع. هذا القمع غميق من جوا لونه اسود بحيث انه يمنع لي
انه شوف منبع الضوء ما شوف منبع الضوء. هذا ممكن يكون متحرك، ممكن يكون يعني ممكن يكون بهذا الشكل او ممكن يكون عميق اكثر. انا اذا ما احطه باماكن ما احركها وبعيد عن سبوت لايت متحرك ممكن اخذ العميق، اما اذا في بدي احركه ممكن اخذ النوع المتحرك واحط النوع المتحرك. طبعا لما يكون في درايفر مفصول ومبرد حراري ومنبع ضوئي صار عمره اطول بكثير من اللمبات اللي بتدمج كل هي مع بعض. هذيك هذيك سنتين يعني غالبا ولازم تغيير. هذا صار ممكن انا حتى الوحده تغني عن سنتين او ثلاثه. ليش انا حطيت بس سنتين؟ لانه الاستطاعه عاليه كانت 15 واط. ف الاضاءه الاحترافيه اللي هي لها مبرد ومحول مفصول وبعدين في عندي انا القمع او العاكس يلي انا استخدمه. طبعا في تفاصيل كثير بصراحه صعب انا اغطيها كلها اليوم، بناها انه تريم يكون صغير. في ناس ما بتحب هذا يكون كثير كبير. طبعا هذا صعب يكون اذا كان متحرك، لكن اذا كان ثابت خليني اورجيكم اياه بيكون شكله كثير جميل ولا بشوف انه شلون راكب بالسقف. فلاحظوا مثلا لما اجيت لما اجي على الداون لايت هذا ولا بلاحظ التريم، تركيبه شوي صعب لكن جماليا كثير حلو بصراحه. حتى الاكبر شوي ما في مشكله بصراحه كثير عليه. يعني انا فوت بتفاصيل يعني ما كثير ناس دقق فيها. طبعا في عندي اللينير الداون لايت الخطي مثلا، انا بالممر مركب خطي نفس الشيء. هذا بيجي عباره عن جهاز متكامل، هذا بيجي حتى الكامل ما عاد في لايت موديول، بيجي قطعه واحده كامل. فاليوم تقنيه ال اي دي او تقنيه متطوره من ال اي دي ما فيها شيء انه لمبه تتبدل. وبعد 10 سنوات يمكن اللمبات اليوم عم تشوفها متبدل يمكن ما نشوفها اصلا، لانه كل المصانع رايحه باتجاه انه كشاف كامل ما له لمبه، كله مدمج مع بعض. شلون التلفزيونات القديمه كان يجي لها قطعه تصلح هلا صار عباره عن شريحه صغيره. فالتقنيه الجديده في ناس اللي لمبات ولازم تبدل، اليوم مو بيدنا اليوم التطور التكنولوجي، بس يفضل واحد ياخذها عمرها طويله. مثلا هي فلور ووش لايت بتنور، ممكن حطها على الدرج ممكن حطها، فهي بتجي قطعه كامله ما بتجي لمبه، بتجي صغيره. مثلا هذا حجمه سنتي واحد بس سنتي واحد. لاحظوا مقارنه مع السبوت كم حجمه، عباره عن هذا 7 سنتي، هذا بس فتحه صغيره. يعني هذا لو عندي تجويف حطه، هذا مستحيل يجي لمبه، هذا عباره عن واط واحد. فدائما التقنيه الجديده ان نحن ناخذ كشافات احترافيه، اللي حابب ياخذ كشافات احترافيه بياخذها كامله. مثلا بتجي ممكن تكون ضد المي، شكرا حمد. فممكن تكون عباره عن كشاف كامل، هذا خارجي، هذا ضد المي. فنحن يا بدنا نروح على كشافات على لمبات تغير وتكون ونجبر حالنا نغير. طبعا هي تقنيه انا والله اعلم ما بتوقع تعيش كثير، ما بعرف كم، ممكن تعيش 10 سنوات ممكن تعيش اكثر شوي اقل، بس هي بطور الانقراض. شلون لما كان في سيديات او كاسيتات، يعني بالنهايه التكنولوجيا عم تتطور. اليوم التكنولوجيا رايحه على اشياء ثابته. طبعا هي بتتبدل على فكره، هذا الموديول ما عندي مشكله حتى لو بعد 10 سنوات انا تعطل عندي. فانا بقول اللي بيروح على مواصفات عاليه كثير دائما، طبعا نحن ضماننا 5 سنوات، الضمان ال5 سنوات ما بيعني انه حتخترب بعد 5 سنوات، بيعني على الاقل مثل ما لما الواحد ياخذ سياره وعليها ضمان مو معناها حتخرب بعد المده هي، او ياخذ موبايل مو معناها حيخرب بعد السنه. فالخمس سنوات تضمن ان شاء الله باذن رب العالمين، اذا منتجات جيده من اي شركه ضمانها 5 سنوات وعندها موثوقيه، مو بس يقول ضمان وبعدين تتعطل، ان شاء الله بتعيش 10 سنوات او اكثر. لاحقا ان شاء الله بالحلقات القادمه حنتكلم على اناره اللاندسكيب، على بعض المنتجات الجديده اللي وصلتنا مثل السبايك الصغير. لاحظوا التقنيه الجديده دائما عباره عن كشافات كامله مدمجه. طبعا هذا بينغرس بالزراعه بيتحرك. ان شاء الله لنا حلقات على اناره الزرع الخارجي والجلسات الخارجيه واللاندسكيب. طبعا في على قناتي باليوتيوب، في طبعا على قناتي باليوتيوب في عده حلقات عن اناره الواجهات، عن اناره اللاندسكيب او الزراعه او الجلسات الخارجيه او عده غرف متعدده للبيت او حتى لمكاتب لاشياء اخرى. ولاحقا ان شاء الله حاتكلم. انا طبعا اليوم حبيت اعطي حلقه شوي طويله بس اشرح فيها، يعني خصوصا اللي ما سبق تابعني من اول بعد انقطاع شوي تاخرنا عليكم، فشلون انه الاناره مو بالكميه تبعها بالسقف، يمكن السقف ما يكون كثير عالي ويمكن الإنارة تكون موزعة بطريقة جيدة. فإنه نحن نختار توزيع الإنارة بطريقة ذكية
تعطي فخامة للمكان وراحة وجمالية بنفس الوقت. طبعا برجع بقول اللي حابب يشوف عناويننا ممكن في فيديو عن عناويننا، حطيت عناوين سواء شركة المنتجات أو شركة التصميم، واللي حابب يستفيد من الأفكار وياخذ بس ياخذ الأفكار البسيطة، لأنه كل إنسان عنده ميزانية، فصعب مو كل إنسان عنده استطاعة إنه ياخذ المنتجات اللي مواصفاتها عالية أو مو حابب ياخذ أي خدمات تصميم أو استشارة. فإن شاء الله حيكون دائما في أمثلة على قناتي باستمرار، بحيث إنه الإنسان، في كتير على فكرة أغلب المتابعين اللي تابعوني استفادوا من نفسهم بدون ما يرجعوا لي. طبعا اللي عنده إمكانية ممكن يستفيد من خدماتنا، بس في ناس بتشوفها غالية بتتوقع إنه هي عبارة عن شيء بسيط، هي بصراحة بتاخذ وقت. فأنا دائما بقول للشخص ممكن يرجع للفيديوهات وبإذن رب العالمين بيستفيد، وإلى لقاء بالحلقات القادمة بإذن رب العالمين.